نحن نرفض رفضا قاطعا تهجير المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم وأماكن سكناهم إلى مناطق أخرى داخل قطاع غزة، وهذا يتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ونحن رفضنا ذلك، وكذلك مصر الشقيقة الكبرى رفضت ذلك، والدول العربية الشقيقة رفضت ذلك، والأصدقاء والأحرار في العالم رفضوا ذلك، تهجير المواطنين الفلسطينيين.